مرحبا بكم في الأسبوع في دقيقة. هذا الأسبوع القى الوزير بلينكين كلمة في جلسة لمجلس الأمن حذر فيها من استخدام الجوع كعادة في الحروب، وطالب الوزير بلينكين روسيا بوقف ابتزاز العالم عبر مبادرة البحر الأسود للحبوب، وشدد على ضرورة التعاون الدولي لحل أزمة الأمن الغذائي العالمي. أما في نيجير، أعلنت الولايات المتحدة وقفا مؤقتا لبعض برامج المساعدات الخارجية بسبب محاولة الاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري، وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للشعب النيجير لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطياتهم التي حصلوا عليها بصعوبة كبيرة.